برحب فيكم مشاهدينا. ضيفت لليوم مطربة ونجمة إماراتية متميزة من نجمات الصف الأول. الفن هو عشق الأول والأخير. ضيفتي بطفولتها برعت بفن الرسم وأيضا العزف على البيانو، ودرست الإخراج المسرحي والتلفزيوني، وبعد ما تخرجت من استوديو الفن بلبنان انطلقت على طريق النجومية بعالم الغناء. هي تعشق كل جديد وبتسعى دائما للحداثة والتطوير، تبحث عن الكلمة الهاتفة والموضوعات غير التقليدية وتطرب للألحان والإيقاعات المبتكرة. مشاهدينا رحبوا معي بالصوت الجميل الفنانة الرائعة رويدة المحلوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبتي. أهلا من رويدة. يعني خلينا نبلش من استوديو الفن لليوم نجومية بالغناء بالخليج والوطن العربي. بتعتبري هالرحلة قصيرة طويلة؟ وكيف بتشوفيها بنجاحاتها وبمطباتها؟ يعني هيك اشرحي مختصر عن الرويدة. شوفي، لما اتذكر الرقم، ما في داعي نذكر الرقم، اوكي غض النظر، احسها طويله، بس ما اشوف النتيجه. عدد الالبومات، عدد الاغاني اللي الحمد لله نجحت، اي بالضبط، المعجبين، الاعمال اللي سويتها، احس ان ما احس بالمده هذه. هي ما كانت قصيره، بس في نفس الوقت ما اقدر اعتبرها طويله. هي مو طويله. تعبتك هالفترة؟ شوفي، لما تحبين الشيء أظن أن تنسي التعب مقابل نتيجة حلوة أو مقابل شيء أنت تحبينه. ما في شيء حلو بدون شوية تعب. ليه دايما وقت نقول الرويدة المحروقة بنقول حطيتك في بالي؟ لأنها ليه دايما هيك بنربطكم؟ أول أغنية وأول هيت لي، ويمكن من الحمد لله من أول ألبوم وأول كليب. الناس حبوا الكليب، حبوا أو لفت نظر مجموعة من الناس، ما راح نقول كل الناس، بس مجموعة كبيرة يمكن عشان شذي. طب إذا اليوم نلغي حطيتك في بالي، ما نربط رويدة المحروقة بأغنية تانية، شو الأغنية اللي بتختاريها؟ شو الأغنية اللي أختارها؟ نو، ما أقدر أختار شيء، لأن ما تقدر. ما حقلك الأحب، لأن أكيد كلهم حلوين، بس مثل ما بنربطك بحطيتك في بالي، بأي أغنية بتحسي هالقد عم نتوقع كمان عند ترى ما هذه لو شلنا حطيتك رح يجي بعدها غريب الطبايع. وأقول لك شيء، لو شلناهم رح يجي وريني، لو شلنا وريني في أي أي، هي مسيرة ناجحة أكيد. الحمد لله. وهيك ودائما أغانيك يعني ترسم لنا نحن بسمة كمان وقت نشوفها على التلفزيون. وانا اغني اضحك بس. صحيح. ودائما هلا كمان عم تضحك مشاهدينا، ضحكتها كثير حلوه. استحت. رويدة، بتحسي حالك كسوله فنيا؟ يعني بتطولي لتنزلي اغاني؟ بتتأني كثير مثل ما يقال عنك، ولا بتحسي حالك نشيطه؟ يعني تمر علي، لا مو بنشيطه كثير، في عندي فتره كسل، سبيشلي خصوصا بعد الالبوم. تكون عندي فترة شي فيها كسل، لأن يمكن أكون تعبت من شغل الألبوم. الحين ما أعتبر أني أنا كسولة، لأن في نفس الوقت عندي مثلا سنة تقريبا عبارة عن اختيارات أغاني وألحان وكلمات، ومن النوع اللي أدخل في كل شيء، أدخل في الكلام، في اللحن، في التوزيع، حتى ساعات لو أقدر أكون في الاستوديو وقت تركيب الآلات أكون موجودة. فهذا كله يأخذ وقته، ومن النوع اللي أعطي كل حد، يعني كل اللي مشاركين معي في العمل وقته. يعني ما أحب أضغط على الملحن أو الشاعر أو حتى الموزع أنه لازم يخلصوا في ديدلاين. أنا عشان هو إبداع، هو فن، لازم يكونوا حاسين. مثل ما أنا أدخل استوديو وأنا مستعدة نفسياً، لازم هم بعد نفس الشيء يكتبوا. صحيح. أو يلحنوا وهم مستعدين نفسياً. طب بنسمع شيء منك قبل ما نكمل حديثنا؟ طلبوا الشباب حطيتك في بالي، تسمعيني إياها؟ حطيتك. حطيتك في بالي وشغلت بك حالي، إلين أنا أصبح في قلبك الغالي. مهما تصد عني ولا تبعدني، مهما تصد عني ولا تبعدني، وراك أنا والله مالك مفر مني، وراك أنا والله مالك مفر مني. كثير حلوة هالأغنية. يعني حطيتك في بالي، خلينا نبلش فيها كمان، ان شاء الله اكون عم بعرف الفظن. ما بيكفيني اخرك، ما بكفيني اخرك معايا، وغيرها كمان، عشم ابليس وغيرها. دائما في تحدي بالعواطف باغانيك، صح؟ احاول اتذكر تحدي. انت متحديه، يعني انت بطبعك تعرفي نوع التحدي الهادي؟
أو مش مو من النوع الهجومية يمكن، بس يمكن ما في صريخ وعيط يعني. لا لا مو من هالنوع أبدا، بس في نوع من يمكن التحدي الداخلي اللي هو يطلع برياكشناتك بأفعالك مع الوقت. الحين ما بقى فيني مش تحدي بقدر ما هي أغنية، لما تقول لواحد روح هي تحدي؟ ايه نروح لعند حبيبي. طيب انت برج الجوزاء صحيح؟ يعني ببرجك بيقولوا انك جريئه وايضا خجوله بنفس الوقت، كريمه وبخيله كمان، وايضا حازمه ومتردده بنفس الوقت، انت لشو اقرب؟ هذا التناقض بالشخصيه موجود فيك؟ حسيتهم كلهم هي. موجودين كلهم فيك. يعني انا جريئه كثير وفي نفس الوقت خجوله كثير، يعني على الكاميرا ما اعرف ليش، بس حتى كل اللي يشتغلوا معي يلاحظوا ان على الكاميرا كثير اكون جريئه، وبس تخلص نطفي الكاميرات والاضاءه ترجعي ارجع شوي شوي تخجل. بس الحين بخيله ما اعرف، مش حلوه بخيله شوي بالفن، يمكن انه هيك بتتأني شوي كثير. لو بالفن خلينا نخدع على هاي الناحيه. شو عندك هلا جديد؟ الحين اجهز كم اغنيه، في اغاني منها وطنيه وفي في سينجل في البال، كم سينجل في البال، بس بعدني قاعده اختار وشغالين عليها، يعني قاعدين نشتغل على كلامنا. في دعايه نزلت لي، في بارت كان الدعايه الاولى نزلت مجموعه انا وفنان فنانتين معي، نادين الراسي وايضا رانيا يوسف. نعم. الحين مفروض الدعايات السينجل، يعني كل واحدة مسوية دعاية بروحها، فمفروض هذه الدعاية تنزل. أنا عندي تصوير الكليب إن شاء الله لألبوم 2011. كليب فيه تفاصيل ولا بعد ما؟ هي مبدئيا يعني أغنية واثق من نفسك أو طلع روحي، بعد ما عرفت. بعد ما عرفتي في وقت معين لتنزليها ولا كمان حسب؟ يا كان مفروض السنة طافت. اوكي، لا منك بخيلة ابدا فنيا ابدا ابدا ابدا، هذا كان وقت، فيعني نشوف حسب الافكار. حتكوني بهوامير الصحراء 4؟ لا. خبريني عن هالتجربة، يعني شفناك ضيفة شرف تحت اسم جود. جود بتحبي هالاسم؟ اي وايد احب اسم جود. كيف كانت تجربتك بهوامير الصحراء؟ كانت تجربة كثير حلوة. كنت من فترة ان انا ما راح اعرف او ما راح اقدر امثل واستحي من التمثيل، وفعلا بعد كل مشهد كنت احس اني اضحك، كنت اضحك اني كيف مثلت او شو قلت. او تجربة حلوة، ما اظن عندي مشكلة اني اكررها، يعني ممكن اكررها بس تحت اي شروط؟ طبعا في شروط كثير، يعني ما راح نكون. اعطيني شرطين اساسيين. الفكرة اكيد، دوري في العمل صار مهم، يعني في الاول انا جتني كثير عروض قبل هوامير الصحراء، اغلبها كانت بطوله بس ما كان راح ينفع لان ما مثلت قبل فخفت. لما هاي كانت، لما كان مسلسل هوامير الصحراء اللي كان حلو اني انا ضيفه شرف لعشر حلقات وفي نفس الوقت باينه، فكانت مثل تست بالنسبه لي ان اجرب كيف الناس راح يحبوا او ما يحبوا. الحين ما راح اقدر اكون ضيفه شرف اوكي، وما راح اقدر اكون، وفي نفس الوقت ما اقدر اكون بطوله مطلقه، يعني انا ضد اني تكون في بطوله مطلقه، لازم يكون في اكثر. تكون عم تحمل الهم كله انت، وانا مش ممثله. بالاخر في ممثلين هذه شغلتهم، هذا شغلهم ومهنتهم، وهم صار لهم سنين فيها، فاكيد هم راح يشيلوا الموضوع. اكيد في اشياء انتاجيه، يعني اكيد في عوامل انتاجيه، بس اكيد الفكره كثير تكون مهمه عندي. بدي احكي عن الخليط اللي ذكرتيه، الممثل عم بغني والمغني عم بيمثل المقدم، هذا الخليط الفني اللي عم نشوفه، ولكن ما نسمع شيء قبل منك. اوكي. شو بدك تسمعينا؟ شيء هيك خاص إلك؟ شيء خاص لمنو؟ لك؟ لا إلي. لا لك؟ هي طلبتي فيروز؟ اوكي. أهواك 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 بلا أملي وعيونك تبسم لي وورودك تغريني بشهيات القبل وورودك تغريني بشهيات القبل. الله. كنا
عم نحكي قبل ما تغني ذكرتي منك ممثل، منك ممثله انت مطربه. اليوم بنشوف نحن على الساحه العجقه الموجوده زياده عن العجقه في البرامج المواهب اللي انت يمكن خرجتي من اهمهم، يعني اذا ما بدي اقلل من قيمه حدا، ما استوديو الفن اكيد من اهم البرامج اللي بتطلع مواهب. اليوم في كمان برامج وانت كنت ضيفه باحد البرامج اللي عم تطلق يمكن نجوم من غير الوسط الغنائي للساحه الغنائيه، عم يصير عندهم يمكن سينجلز والبوم زيك. قد ايه الساحه بعد بتتحمل رويده وقد ايه صحيه هالبرامج؟ وبعد يتحمل هو ما دام انه في بعد يتحمل، هل هي صحيه او لا؟ شوفي في يعني ممكن تكون يعني ليه الممثل بده يغني وليه مقدم البرامج بده يغني وليه الحين شوفي في حالات انه مواهب، يعني لما انت تلاقي فنان يغني مطرب يغني حلو ويمثل حلو هذا خلاص فنان. بس لما تلاقي مثلا واحد ما يمثل ما نجح في التمثيل فراح غنى، فما نجح في الغنى فراح قدم، لا هذا واحد يبى يطلع بس يبى يبين على الكاميرا باي شكل من الاشكال ومو بعرف كيف. بس لما تلاقيه نجح في كل هالمجالات فاذا هاي موهبه سبحان الله من عند ربنا، يكون في يعني هذا فنان مولود فنان، يعني ربنا اعطاه الموهبه. بتتابع برامج المواهب؟ صراحه لا 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 لا. كنت رح تسالي خربت عليك السؤال؟ لا كان بدك تقولي شيء؟ نو. طيب بتصريح قريته اليوم لإلك بتقولي انه انت من يعني من اول انطلاقتك الفنيه بتحرصي او انه هدفك هو تجديد وتحديث الاغنيه الاماراتيه. مش الاغنيه الاماراتيه بالتحديد، لان الاغنيه الاماراتيه لها شكل، الاغنيه الشعبيه والتراثيه في اشكال معينه، قد ما نطور فيها يعني نغير في الاغنيه في اشياء لازم نظل محافظين عليها. ما احب اسمي، ما اقدر اسمي اغاني شعبيه او تراثيه وفي نفس الوقت انا اماراتيه، فبالتالي الاغنيه اللي راح اغنيها اذا ما اخذت لهجه غير خليجيه فاذا تعتبر اغنيه اماراتيه بس بعيده عن الشعبيه، عشان ما بس في ناس بس تقولي لهم اغنيه اماراتيه على طول يفكرون ان نحن نتكلم عن التراث وعن الاغنيه الشعبيه. حابه اطور يمكن بالشكل بشخصيات معينه بالشغل بالاغنيه الخليجيه الاماراتيه العامه الجنرال. ما مو بداخله اغني واغير، لما انا اغني او اختار اغاني ما افكر اني ابغى اغير بقدر ما افكر ان انا حابه هالاغنيه. ستايل يمكن مش موجود كثير في السوق، مختلف مو منتشر، يعني تلاقيني اتحاشى شوي الاغاني اللي ناجحه، يعني تلاقين في موجه تكون ناجحه انا اتحاشى هالموجه، احاول اني اللون اللي بيكون مسيطر يعني بالضبط، احاول اني اغير او اغني شيء مختلف، عاده اغني اللي انا احسه يعني بس. طيب كمان بنفس اللقاء ذكرتي وقلتي انه هناك من شغلته يمكن او شاغل نفسه بتغييب اسمي عن مناسبات بتحقق لي يمكن وجود اقوى او حضور محلي اقوى. مين هو هذا اللي شاغل نفسه؟ لا ما في حد، ما في حد معين، ما اقدر اعطي اسامي، ولو في اسامي ما راح اقول لك اياها الصراحه، يعني ما راح نحن صريحين على الهواء. لا انا مش صريحه من قبل على هو مش صريحه خلصينا انا وياك ما في حدا لا لا ولا حدا دبلوماسيه مين يعني انت عم تحكي هون عن المنافسه غير الشريفه، عم تحكي هون عن اللي بيهدم الفنان الناجح، عن شو عم تحكي؟ هي مجموعه اشياء، يعني ما تقدري تقولي مجرد هذا او هذاك، هي مجموعه اشياء تكون موجوده في الشخص او الطرف الثاني او المجموعه الاخرى. جزء منه يمكن غيره على جزء منه، انه عنده مجموعه معينه لازم تطلع، جزء منه مثلا يمكن ما يحبون لوني او الشكل اللي انا اغني فيستبعدون، هي مجموعه اشياء. وفي نفس الوقت يعني السؤال طريقه الجمله طالعه مظلومه، ما اقدر اقول اني مظلومه لان الحمد لله بعد يعني عندي البومات حلوه، عندي اغاني حلوه. انا ذكرت انك من نجوم الصف الاول. ايه بالضبط، فيعني الجمله الطالعه كانها لا مش مظلومه لهالدرجه، ما اقدر اقول انه في ظلم، بالعكس الحمد لله انه شغل حلو وفي طيب اشياء حلوه. بدي انتقل لانه يمكن وقتنا عم يخلص، شو مفهومك للجرأه؟ يعني عن ما يقال رويدا المحروقي دائما بنقول انه جريئه باغانيها بكليباتها بلبسها بمظهرها، انت شو مفهومك للجرأه؟ اشرحي لنا ليه العالم او ليه النقاد او ليه الصحفيه دائما بيربطوا اسمك بالجرأه؟ يمكن لان يتفاجئون بالشيء اللي اقدمه، فمجرد ما هم صار في عنصر مفاجاه اعتبروها جراه. بالمقابل لما نحن نقارن شغلي باعمال ثانيه ما فيها نفس الصدمه، بس
صار الكل خلاص متعود انه من اول حطيتك في بالي لليوم انه في افكار جديده، في يعني كليباتي كلها افكارها جديده، حتى الاغاني اللي اغنيها حتى كعناوين تلاقي الفكره مختلفه شوي او ملفته شوي، فتعودوا خلاص انه جرأه وما عندي مشكله. انت شو مفهومك للجرأه؟ يعني انت بتشوفي حالك فنانه جريئه؟ يمكن ياس، ممكن انا مش من الفنانات او الفنانين اللي بيتبعوا السيف الخط بدي اعمل شيء ما حدا ينتقد الامان ما اتبع خط الامان، بس اكيد ما اروح لخط الخطر، يعني ما اوصل للخطر، بالنص هناك يعني، بس اكيد مش السيف، مو بسيف. نسمع شيء، نحس شوي بأمان باستوديو. لا ولا يهمك أمان. روح روح هذا قلبك ما أبي، روح روح لا يجيني ولا أجي، لا لا ما قدر اتحمل خطاك، ولا لا انا ما العب معك، موت موت عمري ما ارجع ابد، موت موت بحرق قلبك سنة، وليه ليه ما بقى فيني أنا، ليه ليه ما بقى فيني أنا. كثير حلو، سلمت أمك. دايما بتحرصي انك تكوني موجودة بالأعمال الوطنية صحيح؟ أكيد نحاول، طبعا كلنا نحاول، مو بس انا يعني، انه شيء حلو الواحد يكون متواجد، يعني نحن بالاخر فنانين، الفن في ناس كثير ياخذونه قدوه ومثل، ولازم نسوي حساب لهالشيء، منهم مراهقين، منهم صغار، منهم كبار، وجودنا في الاعمال الوطنيه تساهم في هالروح، في انها تبني او تخلي هالروح بين الكل. يعني نحن فنانين، الفنان مش بس يغني اغاني عاطفيه، مو بس اغاني وطنيه، اغاني انسانيه اجتماعيه. صحيح. شوي ما بعرف اذا صلحي لي اذا غلطانه، شوي بعيده عن المهرجانات وعن شو السبب؟ ما بعرف. تساليني انا اللي اسوي المهرجانات؟ لا بس ليه يعني ليه ما بتندعي؟ ما بعرف. يعني ما اتصلت بحد وسالت. يعني انت فنانه اماراتيه بالامارات، عم بيصير مهرجانات بالامارات فنيه الحين في المهرجانات الاماراتيه، اذا تشوفين بعد مو بس انا اللي ما اروح، يعني نحن مجموعه فنانين وفنانات اماراتيين، مجموعه كبيره موجوده الحين، وفي عدد كبير ما يروح الحين، اغلب المتعهدين، وافهم وجهه نظرهم شوي. في نحن عندنا وايد عرب في الامارات، يعني جنسيات عربيه مختلفه، فيمكن لو سهره كلها اماراتيين ما راح يكون بالنسبه للمتعهد في حضور، فبالمقابل صار لازم انه يكون في فنانين عرب ثانيين. رويدا بدي اتشكر وجودك معنا باستديو مع الحر، عم بيقولوا لي وقتنا خلص، هلا بنكفي حديثنا تحت الهواء، شكرا لك. ومشاهدينا اكيد مشوارنا الفني ما زال متواصل معكم، ونتابع بعد قليل لقاء خاص مع